السلام عليكم. طبعا طلع علينا كده من يومين البني ادم اللي اسمها داليا البحيري، وطبعا زعلانه بقى وكاتبه بوست. والمهم انها ايه، يعني ما كانتش عارفه ان الموضوع هيفندق منها بالشكل دوت، وطالعه طبعا بتقول بقى ان هي ما تبقاش قاعده 36 يوم في البيت، وهي واهلها والناس المحترمه، تمام، اللي زيهم طبعا، يعني هنعرف دلوقتي هم الناس اللي زيها محترمه ليه، الناس اللي قاعده في البيت محترمه ليه، وان هي بتطلب كل حاجاتها بالدليفري، يعني عادي كل حاجاتي بالدليفري. ما انت اصلا انت مش واخد بالك، انت لو عشت حياه المحترمين هتعرف ان كل حياتك بالدليفري، بتقعد في البيت عادي ما يفرقش معاك. فطبعا وزعلانه بقى بتقول اي حاجه، يعني ان الناس ديت، يعني لو سمحت يا ريس اعمل لنا حظر كامل، ومش عايزه بقى الناس بقى اللي هم ايه بتقول لك ما يبقاش في اي حد حيوان بينزل الشارع كده ومقضيها وبتاع، اساس الناس اللي في نازله في الشوارع دي مش ناس مضطره ان هم ينزلوا، ناس مقضيينها يعني. فبعدين هي موجهه كلامها لفئه معينه اللي هي العماله بتاعت اليوم الواحد، يعني الناس اللي بتشتغل اليوم بيوم، زي ما احنا بنقول كده بالبلدي، الناس اللي شغاله اليوم بيوم. فاللي هيتكلم عليهم الاستاذه داليا البحيري هتضربه بالشبشب على بقه زي ما قالت في البوست، هنزلك البوست ده هتشوفه اهو قدامك. فطبعا عادي، ما ايه يعني، انت اللي هيتكلم على العماله اليوميه هتديله بالشبشب على بقه. وبعدين بتوع المؤسسات الخيريه دول نازلين شحاته، بيشحتوا عليهم دول على اساس ان هم بيشحتوا على اساس ان الناس الغلابه لما بتاخد حاجه من الجمعيات الخيريه ده مش حقهم كمسلمين في مال الناس الاغنياء، ده حقهم اللي ربنا اداهولهم. لا لا، ده مش حقهم خالص، دي شحاته. وان المؤسسات الخيريه دي شحاتين، ما تعرفش دول في القران اسمهم القائمين عليها، يعني دول بيرزقوا من الفلوس ديت كمان، عشان دول القائمين عليها ليهم حق، ربنا شرع لهم كمان هم يكسبوا من الفلوس ديت، يعني قوت يومهم من الفلوس ديت، فهم شحاتين هم كمان. وطبعا بتقول لك احنا طالع، عملت بقى فيديو بتطلع بتقول لك احنا في الفيديو ايه، بتقول لك انا عاملاها على حسابي الخاص، يعني بتكلم مع صحابي وبتكلم عادي، يعني جت بيقولوا هم ايه، بيقول لك جت كحالها عماها يعني هو جه كحالها عماها، اللي هو بتقول لك انا انا كتبت الحقيقه اللي انا عايزه اقوله في نقط علشان ما تهوش وعشان ما اطولش عليكم. انا عملت بوست النهارده الصبح على الفيسبوك، وده على للتوضيح برايفت اكاونت على الفيسبوك، والبوست كان للاصدقاء والمقربين، ده مش بابليك. فكنت بتكلم باريحيه، بتكلم بطبيعتي وبتكلم على سجيتي كاني قاعده مع اصحابي في الليفينج روم، علشان ده مش بوست او مش اكاونت. فعادي يعني هي الست زي ما بتقول كده بتتكلم مع صحابها على طبيعتها، فطبعا دي طبيعتها قذره، طبيعتها يعني لا مؤاخذه مش عايز اقول الفاظ وسخه يعني، تمام. فبصراحه يعني دي طبيعه الفنانه يعني، او الفنانين اعتقد عامه يعني، تمام. عارف انت لما مديرك في الشغل كده يحسسك ان انت بتعمل عمل، يعني مثلا تكون شغال على ترابيزه بلياردو، ولا شغال في انترنت كافيه، ولا شغال في اي حته يعني كده، هوت ايه، ما فيهاش مسؤوليه كبيره، ويحسسك ان انت شغال في حاجه كده ليها قيمه قوي. فهي سمعت كلام الاستاذ اشرف زكي وبيقول احنا قدرنا، ويعني الراجل ده قدر ان الفنانين والممثلين بيسعدوا الناس، وان هم نازلين وجايين على نفسهم عشان يساعدوا الناس، والدنيا بقى مليانه كورونا وفيروسات ووباء وكده هوت، وهم جايين على نفسهم قوي يا عيني وبيساعدوا الناس وبيشكر زملائه الجنود. طب ما تيجي نشوف، تعال نشوف احسن. نسعد الناس، يعني ده قدرنا، فاحنا بنغامر بكل اللي احنا فيه علشان نسعد الناس. بس الكثير يعني بعضها مش كلها، يعني بعض المسلسلات، لان طبعا يعني مش معقول رمضان بلا مسلسلات والناس في البيوت، فده قدرنا كفنانين. فانا بشكر زملائي الجنود المحاربين ان هم بينزلوا من بيوتهم وبيغامروا بكل اللي هم فيه علشان يساعدوا الناس. بس فهي سمعت كلام اشرف بيه زكي ان هم جنود ومقاتلين ومحاربين،
فلبست الافارول وخدت السلاح وراحت نازله بقى في الفيديو، وراحت قالت لك احنا يعني الوسط الفني ده خط الدفاع الاول. لكن كالعادة أي حد من الوسط بيتهاجم بشكل شرس، مع إن إحنا بنبقى أول الناس في خطوط الدفاع في أي كارثة ممكن تحصل أو أي حاجة ممكن تواجه بلد. يعني ولا جيش بقى ولا الدكاترة، يعني اللي منهم بيتعدي وبيموت بسبب يعني ربنا يرحمهم يا رب ويعفو عنهم يا رب ويرزقهم ويكرمهم على الوقفة اللي هم واقفينها جنب الأهالي والمصريين ديت في موضوع الكورونا دوت. دول كلهم ولا حاجة. هو بالنسبة لها بعد ما سمعت كلام أشرف بيزكي، الوسط الفني هو خط الدفاع الأول في البلد. متقدرش دي، وما يقدروش ان هم يعدوا رمضان من غير ما يعني يسيبوا الناس تصلي وتصوم في البيت كده هو. حتى اللي مش لو الجوامع بس فضلت مقفولة ومش عايزين الناس تنزل المساجد، طب يا عم سيبهم، يعني انت كأنهم متعاقدين مع ابليس، وابليس ما بيقبضش لو هم ما اشتغلوش بأمانة. يعني لو هم ما اشتغلوش ابليس مش هيقبضهم، لازم يشتغلوا حتى لو كان في ايه. تمام طبعا، يعني الناس اللي بتنزل على اكل عيشها والغلابه دول، يا عيني اللي هم اللي هيتكلم عليهم هيتضرب بالشبشب. انا اسف، مش بالجزم، لا بالشبشب، عشان الفنانه داليا البحيري ما تزعلش. اللي هيتكلم عليهم يتضرب بالشبشب دول هيجيبوا علوه. لكن محمد رمضان وهو بيعمل الفركش بتاعت المسلسل بتاعه والفنان، مش مسلسل البرنس والله العظيم مرات اتفعت يا عم. على كل حال، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ان شاء الله. واحب اقول ان الناس اللي هم بيشتغلوا بعمالة اليوم الواحد دول وبيشتغلوا اليوم بيومه دول مش شحاتين، دول جزمهم على رؤوسنا. ولو ظروفهم صعبة اكيد في ناس كتير جدا مسؤولة عن الكلام دوت. وحسبي الله ونعم الوكيل، وربنا يا رب يقدرهم ويعيشوا حياة أحسن وتبقى حياتهم أسهل، ويبقى معاهم فلوس ويطلبوا دليفري عشان مفيش حد كلب يتكلم عليهم بالشكل دوت. بس كده وشكرا. ولو انت أول مرة ليك عندي في القناة هنا، بعد إذنك اعمل سبسكرايب. ولو مشترك عندي في القناة هنا وبتاع، أنا سعيد جدا وبتشرفوني وربنا يخليكم. كل سنة وأنتم طيبين. السلام عليكم.